نكون باذن الله من هناك وسيحطم الصليب باذن الله من هناك سيحطم الصليب وسيكون البعث للمسلمين باذن الله سيحطم الصليب وستحرق دولة الباطل سيحرق علم الباطل علم الصرب سيحرق باذن الله وسيرتفع الهلال هلال الاسلام في كل الارض الاسلامية وفي اوروبا حتى يمن الله علينا بالنصر والتحرير فمع كلمة الجماعة الاسلامية بسم الله الرحمن الرحيم باحتلال الكويت ولا يقوم تسجيل ابنائه تقوم الدنيا ولا تقعد واين هي الامم المتحده واين هي الجمعيه العموميه كليم كوسوفو ولكن ليس لنا الا ان نقول لا حول ولا قوه الا بالله اما الان فمع كلمه الكتله الاسلاميه